السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير هانين؟ المهم الحمد لله على كل حال. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد التحليه ولا ديسير. بالنسبه دابا للصاد كنحتاجوا ضروري شي حاجه هكا مورا الماكله نبردوا بها. المهم شنو غندير اليوم ان شاء الله؟ غادي ندير يعني وصفه سهله ماشي شي حاجه كومبليكي، وداكشي اللي عندكم في هذا يعني استعملوا وذوقوا به ماشي تتعقدوا يعني الامور. هنا شنو خديت هذا الماسكاربون بحال هكايا جوج حباك منه. هذا يعني عندنا حنا ما غاليش داير انا رو شي حاجه غير برومي بري ماشي ماركه. وخديت جوج حكاك هكا تاع هذاك ياغورت ناتور لي بسكر دو كان، كيعجبني انا هذا الياغورت. فوالا درت جوج من الماسكاربون وجوج منه وطربتهم مع السنيده. ما عنديش سكر فاني، معليش ما درتوش بلا فاني، سكر فاني كيعطي واحد لوغو زوين. صافي المهم عندي هذا، عندي لي بودوار، عندي هنا هاد الديسير هذا تاع الشوكولا تا هو غنزوق به. المهم قلت لكم داكشي اللي عندي، يعني حاولوا تستغلوا داكشي اللي عندكم ماشي تبقاو يعني ضروري تمشيو تشريو ديك الحاجه اللي يعني اللي شفتوها في الوصفه. ولا عندي هنايا نيسلي حليب مركز محلى، راه الوصفه تا هي تاعو راه درتها لكم في القناه. هنا عندي شويه تاع الكوك، عندي هنا كاوكاو منسم بالفستق راه تا هو حاطاه لكم في القناه اللي بغا تدخل تشوفو. وهنا عندي هاد الشوكولاط هذا الدويدات، هادشي كامل تزيين يعني داكشي اللي عندكم استعملوه ما تهرسوش راسكم مع هادشي. وهنا واحد شويه السوريز فوالا. وهنايا القهوه هكا يا سريعه الذوبان، درتها في سنيتو في الماء سخون مع شويه تاع السكر. فوالا صافي هانتوما. اش غادي ندير؟ غناخذ هاد لي بودوار غنبدا نغطسهم غير شويه، ما تمتفزقوش بزاف باش ما يجيش داكشي محرحر. راه كيشرب ولكن ماشي تغطسو تاني بزاف، كيبقى ميه يعني في القياس. فوالا هكا نديرهم هنايا لتحت كنغطسهم في القهوه. كديروا على حساب يعني القاع ديال هذا داكشي اللي غادي تستعملوه، واش زلافه ولا كاس ولا داكشي اللي عندكم. المهم صافي ندير عليه هاد الماسكاربون اللي خلطته مع الياغورت. غنزيد عليه شويه تاع هاد الكريم تاع الشوكولا. من بعد نمسح هادشي ان شاء الله. فوالا غنزيد ثاني طبقه اخرى. كيجيو بنينين هاد التحليات بحال هكا، كيجيو واعرين باردين ما تشبعوش منهم. صافي المهم عمرو على حساب هاد الشيء اللي عندنا. انا درت هاد السليفات هكا، تقدروا ديروا غير هادوك سميتو لي غوبلي ترونسبارون، كونو ترونسبارون حتى هما كيجيو زوينين. حيت قد ما الحاجه كانت فهمت ملي كتكون هكا ترونسبارون كيبان لكم الشوم، كيكون ترونسبارون كيبانوا هاد الطبقات كيجي منظر زوين. يعني حاولوا ديما ملي تبغيو ديروا هكا شي حاجه تاع فيها طبقات تاخذوا شي حاجه ترونسبارون. فوالا هكا من بعد من الفوق غادي نزينها. المهم هادي نزينها بشويه تاع هاد الكاوكاو اللي بلوكو تاع البيستاش اللي عندكم البنات ديروه. هذا صايبو راه عرفتي كيجي زوين ملي كتزوقوا به هكا الحليوات وهكا الديسير كيعطي منظر زويون. فوالا هانتوما ها الاولى. يعني دابا نصايب وحده اخرى ان شاء الله ثاني معكم. فوالا كنعمروا القاع هكا بلي بودوار. صافي
صافي نديروها ال الماسكاربون شويه تاع الشوكولا عاوتاني ندير طبقه اخرى عاوتاني ندير طبقه اخرى هكا صغيورين كيجيو زوينين راه كنت في الاول بغيت ندير وحده كبيره من بعد قلت من الاحسن باش ننوع ثاني تف في الديكور ننوع ما نديرش نفس الشكل المهم هنا كتقطعوا على حساب هذا الشيء اللي الخويات اللي عندكم عمروهم فوالا صافي ثاني ندير هنا نعمر صافي هذا نزوقو بهاد الدويده تاع الشوكولاط باش نبدل الديكور شويه هانتوما الشوك كيجي صافي دابا ان شاء الله باش ما نشدكمش انا غنحاول هذا هو اللي غادي ندير فيه لوغو تاع نيسلي وسميتو بلاتي نجيب واحد الزلافه المهم هنا مشيت جبت زلافه لحقاش باش من يعني باش ما يجيش الفيديو طويله بغيت نوريكم الشكل الاخر اللي غادي نديرو باللوغو تاع نيسلي وتاع تاع الكوك هنايا غادي نهز شويه وغادي نزيد عليه غنزيد عليه الكوك بغيت باش نبدل شويه النكهه المهم غادي نخلطو المهم انا خلطته هنايا مزيان اش غندير غندير هادو اللي بلوغو تاع سميتو تاع الكوك غنديرهم هنا فهاد الكويس المهم هنايا نديرو ثاني لتحت واخا انا ما عرفتش القاع ولكن ماشي مشكل حيت هادوك الزليفات ما عنديش منهم بزاف ماشي مشكل غندير طبقات هنا غيكونوا طبقات كثر نحاولوا نعمرهم لتحت راه من بعد هذا راه كاع كيرطاب كيولي فحال يعني اون بات فوالا غادي نزيد عليه هنايا من بعد غادي ناخذ الحليب مركز المحلى فوالا غنزيدو حتى هو هنايا عليه كيف ما كنعرفوا هذا الحليب المركز المحلى لوغو تاعو كيجي واعر مع الكوك داكشي علاش هنايا يعني حاولت ندير هكا هادشي البنات راه ماشي خديت هادشي من شي هكا فيديو ولا يعني غير من راسي انا عزيز عليا نبقى نختاره كيف ما كتعرفوا الكاطو وهادشي ديال التحليات هذا راه غير ابداع بنادم غير افكار وصافي يعني داكشي اللي عندنا نخدمو به ونحاولوا ننسقوا هكا اللي يقول لي كيجيو مع بعضياتهم صافي ها انتما الطبقه الثانيه غنزيد ثاني الماسكاربون ونزيد ثاني شويه تاع الحليب المركز المحلى ما نقويش بزاف لحقاش معاه حلو صافي غنزيد ثاني طبقه اخرى
فوالا نزيد ثاني الطبقه الاخرى. هنا نحاول ندير خطيطات ب طيب الحليب صافي. نزوق شويه بهذا من الوسط هكا. ندير سوريزة الوسط. فوالا البنات صافي. المهم نتمنى تعجبكم يعني هذا يعجبكم هذه الافكار. هذا ما درتش فيه الشوكولا لحقاش انا بغيت لوغو تاع لا درت الشوكولات غادي يجي اللوغو تاعو ياثر عليهم كاملين. بغيت يكون غير نحسوا بهذاك اللوغو تاع الكوك وتاع نيسلي. هو الحليب مركز محله. المهم فوالا البنات نتمنى هادشي يعجبكم صافي. وانتم يعني على حساب كيف قلت لكم داكشي اللي متوفر عندكم في الدار زوقوا به وحاولوا يعني تقادوا هكا كويسات زويونين ولا زليفات تبردوا بهم في الصيف. المهم انا غنكمل هادشي كامل ان شاء الله ونوريكم كيفاش غايجيو. فوالا البنات المهم هاني ساليت حاولت ننوع شويه. فوالا المهم جاو على هاد الشكل. نتمنى يعني الفكره تعجبكم ويعجبكم الفيديو تاع اليوم ولا عجبكم وكنتم مشاركينش في القناه ويعني بغيتوا تستافدوا اكثر معنا يعني شوفوا حوايج اخرين هكا كنديرهم سواء في الطياب ولا في حوايج اخرين. المهم شاركوا في القناه وضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم يعني كل فيديو حطيته. نتمنى يعني تجربوا هاد الفكره وتبردوا تنتوميا. المهم نقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. خليتكم في امان الله. شكرا. فوالا البنات المهم هاني ساليت خرج لي 6 تاع زليفات وجوج كويسات هكا حاولت ننوع. نتمنى تكون الفكره تاع اليوم عجبتكم يكون عجبكم هاد الديسير. وان شاء الله الا كنتي ما مشاركش في القناه عجبك المحتوى ديالها شاركي وضغطي على زر الجرس ان شاء الله باش يوصلك كاع الجديد ديالي اللي كنحط. نقول لكم بسلامة عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. خليتكم في رعاية الله وحفظه. شكرا بزاف لكم البنات وشكرا على البنات اللي كيخليوا لي تعاليق ويعني كيديروا لي لايك. الى فيديو قادم ان شاء الله. نقول لكم بسلامة عليكم وحاولوا تجربوه حيت الصودات الصراحة راح محتاجين لشي حوايج بحال هكا يبردوا علينا. وبالنسبه للوغو والله كيجي بنين هذاك اللوغو تاع القهوه مع الماسكاربون هذا كيعطي يعني واحد كيكون واحد التجانس زوين في المذاق. يلا بسلامه عليكم البنات. شكرا بزاف لكم.